تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، أقيم صباح يوم أمس حفل تكريم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي لتكريم المعلم للعام الدراسي 2014-2015 ميلادية، وذلك على مسرح الشيخ عبد الله الجابر الصباح بجامعة الكويت في منطقة الشويخ. يسرنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عواطف عطشان العنزي، المدير المساعد بمدرسة النور المشتركة للبنات. أهلا فيك أستاذة، شلونك؟ يا هلا ومرحبا، حياكم الله ويسعد لي صباحكم وصباح المشاهدين كلهم. يا صباح النور والورد وعلى نماذج نسائية مشرفة عندنا بالكويت الصراحة، يعني احنا فعلا شرف كبير لنا وجودك معنا اليوم أستاذة، واللي راح يشرفنا أكثر الكلام اللي راح تقولي لنا يا حضرتك بعد شوي عقب ما تشوف التقرير المميز اللي كان، يمكن نقول في الأمس كان في احتفالية جدا مميزة وتكريم المعلم. المعلم يستاهل ويستحق كل التكريم وأيضا التقرير. نشوف مع بعض مشاهدينا هذا التقرير وراح نرجع لكم بالتأكيد. هذه ابنة الكويت عواطف العنزي، أمضت 20 عاماً مدرسة ومدربة لزهرات الكويت. تتنفس كل يوم هواء صافيا معطرا بأصداء ترددها حناجر، تلهج بحب الكويت وعلم الكويت وأمير الكويت. حرمت نعمة البصر فعوضتها بنعمة البصيرة، البصيرة المتمثلة في العزم على تعزيز النجاح والإقبال على الحياة بابتسامة تلمس القلوب ليزهر الفرح في مكتبها أو في قاعات الدراسة. تنشر عواطف العنزي المعرفة لترتقي بالعقول النضرة، ومع كل خطوة تخطوها يكبر قلب الوطن بإنجازاتها العديدة. حصلت على تكريمات وجوائز تقديرية وتنويهات كثيرة لجهودها المتميزة. عواطف العنزي، أنت اليوم صوتنا، صوت المعلم في عيده الذي يزهو بأمثالك، فأهلا بك. صبحك الله بالخير بابا صباح، صبحك الله بالخير بابا نواف، صباح الخير لكم كلكم حضور هذا الحفل الكريم، حفل تكريم المعلم المتميز. وأنا سعيدة أني أشارك معاكم في هذه المناسبة، وفي هذه اللحظات اللي أنا أشارككم فيها ودي أطلب منكم طلب بسيط ما ياخذ منكم إلا لحظة. إيش رأيكم؟ غمضوا عيونكم لمدة لحظة، يلا غمضوا. وأكيد بعد ما عشتوا هذه اللحظة، لحظة اللي غمضتوا فيها عيونكم، أكيد حسيتوا بنعمة، هي نعمة البصر، البصر اللي تتمتعون فيه أنتوا، اللي تشوفون فيه عيالكم أصدقائكم والطبيعة بكل ما احتوت. هذه النعمة اللي أنتوا عايشين فيها أنا انحرمت منها، بس قاعد أشوف حواسي الأخرى، وهذا ما منعني أني أقوم بدوري كمعلمة بتنوير المجتمع وبناء العقول اللي هي الثروة اللي لا تزول. وهذا اللي علمنا إياه بابا صباح، بابا صباح اللي قاعد تشوفونه أنتوا بعيونكم بس أنا قاعد أشوفه بقلبي. إيه بقلبي، أتخيله دايم مبتسم متفائل واثق بقدراتنا إحنا الكويتيين في بناء ديرتنا من خلال التسامح، المحبة، التواصل، والأهم من هذا كله العمل الصالح، العمل الصالح، العمل الصالح.
يعني تستاهلين اكبر صفقه منا الصراحه استاذه كلام وايد جميل فعلا كلامك اثر فينا على فكره يوم قلتي غمضوا عيونكم لحظه انا غمضت عيوني فعلا حسيت بالكلام اللي انت قلتي كلام جدا كان مؤثر ويخلي الواحد فعلا يقدر كل نعمه موجوده عند اليوم تقدير النعمه نعمه الله علينا كثيره ولكن حلو ان الواحد يقدر ويحمد ربه على كل نعمه موجوده عنده وانت من الشخصيات اللي فعلا اثرت فينا وهذا اللي احنا دائما نعتز فيه وجود شخصيات نسائيه قاعده تاثر بالمجتمع الكويتي حبيبتي مشكورة جزاك الله خير على هذا الإطراء احنا موجودين كلنا لخدمة هذا الوطن في أي مجال كنا يعطيك ألف عافية شرف كبير الصراحة أنك تكوني موجودة معنا اليوم في شاي ضحى بتكلم أول شيء عن احتفالية الأمس وعن الكلمة اللي ألقيتيها طبعا هذه الكلمة أكيد أخذت منك وقت فكرتي شنو بتقولين طلعت معك كلمات أتوقع يمكن استرسلتيها وخذيتيها من واقع عشتي كلميني شوية عن مشاركتك بالأمس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في البداية أتقدم لكم بجزيل الشكر على هذا الاستضافة الطيبة في هذا البرنامج الاجتماعي اللي نقول له هو شاي ضحى إحدى عاداتنا الاجتماعية الكويتية اللي إن شاء الله تبقى ولا تزول وجود ديرتنا ديرة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح الله يحفظه ويحفظ حكومتنا الرشيدة وشعبنا العظيم الكويتي طبعا هذه المناسبة أو مناسبة تكريم المعلم المتميز طبعا تم اختياري أو شيء من قبل إدارة مدارس التربية الخاصة بقيادة الأستاذ عبدالله العجمي بلغ إدارة المدرسة النور المشتركة البنات بقيادة المربية الفاضلة أبلة بيبي الصايغ فاختارتني من أني أقوم بهذه المهمة اللي هي مهمة أني اختاروني كنموذج تربوي من ذوي الإعاقة لإبراز أن احنا قادرين على ممارسة مهنة التعليم وتدريس ذوي الإعاقة اللي من فئتنا فئة المكفوفين طبعا بدأت بعدها الاتصالات بيني وبين وزارة التربية ممثلة في مكتب معالي الوزير الأستاذة صباح الشطي وبعدها تم التنسيق مع المعدين اللي هو من المؤسسة الكويت مؤسسة البرامج المشترك مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك عفوا وتم وضع السيناريو من قبل وزارة التربية قمت أنا في تعديل بعض الكلمات أساس اللي تناسب كدوري كملقية يعني تعرفون اللي يكتب غير اللي يلقي يعني اللي يلقي هو يعيش الحدث نفسه أكيد. يعني فأخذت من عندهم النص وحاولت أني أتدرب عليه في البيت كوني أنا مدربة في التنمية البشرية فمر علي اللي هي لغة الجسد والأمور وكيفية الإلقاء ومواجهة الجمهور وهذه الأمور فقمت بعدها بتحليل النص واخترت المقاطع اللي تناسبني أنا كملقية بعدين تم عرضها على الأخوان اللي هو في المخرجين أستاذ علي الريس والأستاذ راشد المطوع وقاموا وشافوا النص وقدمت لهم كبداية يعني أمام لجنة الوزارة وما قصرت الأستاذة بعد بدرية الخالدي مديرة منطقة العاصمة التعليمية اللي هي من ضمن الفريق العمل ورئاستها فقدمتها وقالوا خلاص هذه حلوة يعني طريقتك في الإلقاء احنا نبي كذي حماس نبي يعني يكون مؤثر يعني أنتوا كمعلمين مكفوفين قادرين أن أنتوا توصلون وتأثرين إيه وتأثرين طبعا وقادرين على توصيل رسالتنا كمعلمين يعني احنا نقدر نمارس هذه المهنة حتى لو ما كنا مبصرين اي فالحمد لله تم التسجيل وعرض السيره الذاتيه استاذه عواطف بالفعل انت يعني كنتي شخصيه مؤثره وبدليل ان ولي العهد حفظ الله تكلم معك مرتين انا ودي اسال بس هذه اللحظات والحديث اللي تم بينكم وشنو شعورك اثناء تعاطف ولي العهد معك والله شو اقول لك انا العبره كانت ماسكتني بس انا كنت ماسكه نفسي يعني على اساس يعني الحضور وكذي فبالعكس وعلى فكره قاعدين نشوف لقطات اي هو يعني طلبني وناداني وقال لي ترى هي يعني واحد العمى مو عمل بصر هو عمل قلوب وقال لنا ان انتم الله سبحانه وتعالى وهبكم نعمه البصيره اللي ما مو الكل يتمتع فيها وهذا اللي ساعدكم ان تكون لكم دور فعال في المجتمع واحنا موجودين لخدمتكم فهذه من الكلمات اللي اثرت فيني صراحه اللي قالها استاذ عواطف يعني انت بعد في غير الحفل الجميل اللي صار والتكريم وكل شيء حضرتك ماسكه منصب كنائب او خلينا نقول وكيل مساعد او عفوا وكيل احنا نسميها قبل اللي هو نائب مدير مدرسه النور المشتركه شلون تقدرين تقدمين
بالدور بهالموضوع، يعني خصوصا انك ماسكه منصب تمثلين المراه او تمثلين ذوي الاحتياجات الخاصه؟ طبعا هذا اللي هو المنصب مديره مدرسه مساعده، انا اعتبر اول واحده من ذوي الاعاقه تمسك هذا، وهذا منصب اداري طبعا يا ترشيحي كاي شخص يعني حق له ترشيح قانونيا وقبل الوزاره. تقدمت للترشيح وفي بعض من عارض قال لا العمل الاداري صعب عليك، وشون تقدرين صيانه ومتابعه سجلات وتقارير ودنيا. فقلت لهم لا احنا لازم نحاول، لازم نجرب، لازم نثبت وجودنا، يعني لازم يكون عندنا اراده، مو كل شيء نقول لا 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 ونرضخ، لا لازم احنا نحاول، ما يخاف نفشل مره مرتين بعدين مصيرنا راح نتجاوز هذه الصعوبات. مو فشل استاذ عواطف، هي عقبات موجوده بالحياه تواجه الجميع، يعني ما في فئه معينه بس هم اللي تواجههم هالعقبات، كلنا تواجهنا هالعقبات. انا كلامك جدا قاعد ياثر فيني امانه، يعني سعيده جدا بوجودك معنا اليوم. ابي اقول لك في وايد ناس دائما يقولون في معوقات ما نقدر نستمر ان نكمل في اي مجال، شو تقولين حق هالناس اللي عندهم كل شيء متوفر وما يبون يكملون اي مجال هم فيه بسبب عائق يمكن يكون بسيط؟ أختي شوفوا العوائق مرات تكون يعني نفس من نفس الشخص، ومرات تكون في البيئة اللي موجود فيها مجال العمل، يعني ما تتيح له يعني يقدر يبدع في هذا المجال. أما لازم أول شيء يصلح نفسه الداخلية، يبدأ بنفسه أول شيء، يقول أنا أقدر وأستطيع وبإمكاني وأواجه وأتحدى. لازم يكون عنده عبارات مشجعة في داخله تنبع، يعني شنو الشيء، التحفيز الداخلي وأهم من التحفيز الخارجي بالفعل، والتعزيز الداخلي أهم من التعزيز الخارجي. فأنت إذا بديتي بنفسك وقلتي أنا أقدر راح توصلين. أما إذا أنت حطيتي من البداية في نفسك أنا ما أقدر، لا في عوائق، لا ما حد راح يساعدني، لا الامور مو مهيئه لي، ما راح تقدرين توصلين. استاذه عواطف يمكن انت خير مثال حق هذا النموذج، اللي على الرغم من ان عندك الاعاقه الا انت ما خليتيها تكون اي عائق بالنسبه حق طموحك وانجازاتك، وتحديتي حتى الظروف الخارجيه. انت قدمتي طلب على الرغم من ان قلتي ان في ناس عارضه في البدايه، الا انت داخلك واصرارك الداخلي وايجابيتك الداخليه هي اللي فرضت وجودك. طبعا لازم يكون شخص متمكن، يعني أنا أخذ منصب أكون متمكنة، يعني أنا كدوري كمدير مساعد أنا من يعني وجهة نظري لازم يتمتع بأربع صفات، إنه يكون معالج نفسي، أنت قاعد ما عندك بيئات مختلفة وعندك طلبة وعندك معلمين وعندك موظفين، عندك ستاف كبير، لازم تكون مصلح اجتماعي، ولازم تكون خبير قانوني أعرف بالقوانين واللوائح، مستشار مالي. انا وجهة نظري نعم، بالاضافه ان العين أيه. عليك ان نبي نشوف هل تقدر ولا ما تقدر، فهذا يكون مجهود ثاني بعد غير المجهود العملي. طبعا تقدمت حق الاختبار والمقابله واخذت المركز الاول على 60 متقدم كانوا كلهم من المبصرين، انا اخذت المركز الاول. ليش؟ كان عندي تمكن في هذه الجوانب، يعني عندي سيره ذاتيه وعندي دورات متخصصه عارفه بالقوانين واللوائح الخاصه بوزاره التربيه، فهذا اللي ساعد. الحمد لله يعني تعينت في مدرسه النور ولله، والتعامل مع الأشخاص كان تعاملي معهم راقي باحترام، هذا اللي فرض وجودي في المكان وخلاهم حتى هم يكون معي جنب اللي جنبي، يعني صراحة في هذا الموضوع. يعطيك العافية أستاذة عواطف، والله يوفقك إن شاء الله يا ربي، ودائما من نجاح إلى نجاح ومن تألق إلى تألق، مثل ما شفناك على المسرح من قبل شوي شلون كنت قاعدة تعطين كلمة فيها كثير من الإيجابية، هذا اللي أنت منامه الشخصيات. كل الناس إن شاء الله يا ربي يكونون إيجابيين في حياتهم. شكرا على حضورك حبيبتي، جزاك الله خير، وأنا شاكرة لكم وشاكرة لوزارة التربية اللي تاحت الفرصة لي بالمشاركة في هذا الحفل بالأمس، وشكر خاص وموصول إلى سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد الجابر صباح، الله يحفظنا ويحفظ حكومتنا يا رب إن شاء الله، ونعود وياكم بالصحة والعافية آمين. يعطيك العافية. أكيد نشكر ضيفتنا الأستاذة عواطف عطشان العنزي المدير المساعد بمدرسة النور المشتركة للبنات، وأكيد مشاهدينا راح نرجع لكم مع العديد من المواضيع، خلكم معنا بعد هذا الفاصل.